وصلوا مع عالم الحرف، واليوم باش نحكيو على الرسم على الخشب. وحاضره معنا انيسه روي، بحكي لعاده. صباح النور انيسه. صباح الورد. مرحبا بيك. اخر مره عملنا الرسم على قلب اللور، صح؟ رجع صديق كان طيب، برشا اسئله جاتنا على الفيسبوك. اليوم مش نحكيو على الخشب، محمل الخشب، صحيح؟ ايوه. تو كي نشوفوا هكايا حاجات مزينه كي من هكايا، ساهل تو هذايا صنع ولا الرسم على الخشب ساهل شويه، ما ياخذش وقته؟ هو ياخذ شويه وقت. ومن ناحيه ساهل، بون ساهل، لما يلزم شويه برك تحضيرات وشويه صبر ومعرفه في البرودوي. نبداو معك، تفضل. نبداو. المحمل نتاعنا اخترنا اليوم صندوق، النجم يكون صغير والا كبير، يفكرنا في صندوق نتاع عزيزة قبل في الاجداد نتاعنا. رجعوا تويكا في الموضه صندوق هذوما، نحطوا فيهم اللي فيه بيجو، نحطوا فيهم. واحنا باش نحاولوا نحافظوا على الرونق نتاع الصندوق، في انه نحافظوا على انه يكون لاسبي قديم، الطابع انه قديم، نحاولوا نحافظوا عليه. باش نستحقوا في خدمتنا البات، لابات ديكوراتيف اسمها، والا في انواع اخرى اسمها بات دو ستركتور. البات ديكوراتيف موجوده في المحلات، يا اما ابيض والا اسود. انا اخترت اللون الابيض اللي باش نخدم عليه ان شاء الله. العجينه هذه عجينه كالعاده المحلات المختصه في المواد هذه. هذه السباتول اللي باش نعمل بها ليتالوناج نتاع لابات. صندوق ما يستحقش لتنظيف لحد شيء، معناها سي بون هكيكا. بصفه عامه حرفينا توانسه ما شاء الله عليهم، يعني العمل نتاعهم الاولي باش عملوا هو النجار قدم الصندوق، ولو يخدموا خدمه نظيفه وخدمه حلوه تساعد برشا على البانتور. دونك نعمل التالوناج هكا بالبات. كي تحب نعاونك في اي حاجه نسي قول لي. داكور. ما نحطش كوش كبيره، مش لازم تكون كوش ايباس، على خاطر باش نستغل البات هذه في انه باش نستعملها بلود جراينر. وود جراينر هي عجله مطاطيه، مطاطيه هكا للسوبر، تعطينا الشكل نتاع الخشب. باش نستعملوا الجهه هذه، هي فيها جهتين للرسم، من هنا المشط والا الانصاف الدائره. فما وين نصف الدائره الصغير بالكل، هذا هو اللي يجي فيه الصباع نتاع الكبير نتاع اليد. يعني طريقه المسك نتاعها فيها حكمه. كي عملنا البات نتاعنا، قبل ما تشيح البات نعملوا الموفمون هذه باش يعطي ليفي نتاع البوا. واضح. نمشطوها شويه شويه. نمشطوها اكزاكتومون. باش نقول الحرفيات، اذا كان الليفي ما عجبهاش مثلا، ما جاهاش صحيح، مادام البات مازالت سوبل قبل ما تشيح، تنجم تعاود ليتالوناج كيما اللي نعمل بالشكل هذايا وتصلح. راهو خدمتنا صحيح فيها صبر، لكن ماهيش ستريسونت، سي اونتي ستريس، تخدم في عقلك لين انت تلقى الشكل اللي انت يساعدك. معناتها تنجم تعمل هكيكا ولا تعملها موجه شويه ولا تنجم هكيكا باي ولا شكل ولا انت شنو تحب. البات هذه مادامها عجينه يابسه شويه تستحق بعض من الوقت باش تشيح. ولذا جبنا واحده شيحه وحاضره. فوالا هذه عملنا كما شفنا بالبات وبالوود جرينر. توا الليتاب الثانيه نحكوها بالحكاكه هذه. اسمها التقني تكنيكمون يسميوها زنبره، هذه زنبره اي اللي هي حكاكه حرشه باش نعملوا بها سيراميك. باهي جوست شويه برك. علاش تعملتك يا انيسه؟ هذه باش الحروشيه شويه ولا كيفاش؟ لا ما حشيش بالحروشيه، بالعكس فما هنا في الباد ديكوراتيف فما كان شوفوا نقاط هكا، فما بعض النقاط من الباد تقعدوا خارجه اون ريليف. انا نحب لي في دبوا هو اللي يبدا ظاهر، ولذا نتخلص من هيك العابر الصغار اللي يقعدوا ظاهرين. واضح. توا حسيتوا هكا رتاب السوبر نتاعنا. باش نخدم بالليفي بوا زوز الوان، هما متوفر متوفر في الاخضر في الازرق في الاسود والمارون البارد والمارون البني البارد والبني الغامق. اخترت المارون اللي هو البني واللون الاخضر. دونك باش نحاول نخدم بهم الزوز، مع جبت برودوي اللي باش يسهل علينا الخدمه. هذايا ليفي بوا الباز نتاعو اكريليك، الاكريليك هو سهل انه فيه ساعه ما يشيح.
يعني باش يستصعب بتاتر على المشاهدين، يقول لك نخدم وهو في ساعة ما يشيح وانا مازلت في البدايه نخاف لنهلك السوبر. فما برودوي اخر يتسمى جلايز، جلايز هو روتارداتور دو سيشاج، ما يخليش يشيح في سماء، اخر عمليه الشيح نتاع لي فيبوا. دونك باش نخلط 50% يعني 50% من الجلايز، 50% من الجلايز باش نخلطه مع الاكريليك اللي هو افي بوا اللي عندنا. ما نفوتوش ماذا بينا 50% دو برودوي مع 50% من الجلايز. ما عندوش حتى تاثير جانبي اخر. عادي جا هو عاقد، معناها ماهوش هو عاقد، هو هو عباره على اكريليك ترونسبارون اللي اخر عمليه الشياح نتاع اللي باش نخدموا به الاكريليك هذايا. دونك شويه هكا خلطناه ونخدم بارتي، بسم الله بارتي نخدمها هكا بالاخضر. هذوما الالوان التقليديه القديمه نتاعنا نتاع المبنى كل شويه. شوف هكا حاجه قديمه، حاجه مخزه، حاجه بالصفه هذيك. باش نزيدوا شويه مارون فوق الاخضر وفوق فوق الاخضر، خاطر هو باش يتمزج مع بعضه، ماهوش باش يظهر اخضر وحده ومارون وحده. وانا نحاول بالفرشاه هكا نعمل المزيج ما بيناتهم الزوز، باش ما تظهرش الفرق. اي هذايا في الديغراداسيون مزيانه برشا. ونحاول في نفس الشيء باش نخدم الجناب نتاعي بنفس الطريقه، نهز في نفس البانسو مره الاخضر ومره البني. بانسو ديجا عريضه، معناها تهز لك لي دو كولور تعاون. وماذا بيا البانسو تكون متخصصه لهذا الغرض، يعني خاطر فما انواع برشا نتاع البانسوات، ماذا بينا بانسو اللي يعاوننا على الخدمه. دور شويه الكاميرا لو تسمح. حتى البنسو سبيسيال، مش نقولوا احنا اي بنسو عندنا نجمو، مش اي بنسو لا. وماذا بينا بنسو يبدا طري سوب اللي يعاوننا على الخدمه، خير من البنسو الشيح اللي يخلي لنا حتى كي تغسل من بعد وتخبيه يقعد طري كيك الشعره تقعد. هو لافونتاج نتاع الخدمه نتاع الاكريليك انه الباز نتاعو مائي اباز دو، يعني لي برودوي والبنسو مثلا يتغسل بالماء زاده ما يقلقش. وحتى في الريحه ما فماش ريحه نتاعو، فماش ريحه قويه اللي عنده حساسيه ولا عنده حاجه، ما فما ما في حتى ضرر. والله ما يخوش وقت، تعرف اني سما معناتها شويه صعب. بون اللي يستانس بيان سور اللي يدو خفيفه مش لا والله عادي ما عادي. شويه صبر فقط، يعني انك باش تكمل القطعه نتاعك. هكاك مع انه الالوان الاخرى كما ذكرنا مثلا في الازرق ينجم يجي البني والازرق في عوض بني واخضر، بني واسود، ماذا بيا هكا نختاروا زوز الوان خير من لون واحد. باش يعطي صفه نتاع حاجه قديمه. انا سبقت الدخلاني نتاع الصندوق لونته حتى من الداخل تلونه، معناها ما يلزمش يبقى اثار على انه هكا لوح كامل. ولونته بنفس الطريقه، يعني البني مع الجلايز هذايا روتارداتور دو سيشاج مع بعضه. طيب البرودوي هذا سبيسيالمون للوح النساء بحاجة أخرى؟ سؤال باهي، الخاطر هو هذايا اسمه افي بوا، يعطينا افي نتاع الخشب. نجمو نستعملوها على القطع السيراميك، تولي قطعة الفخار عبارة على قطعة خشبية. اما بون هكا في الخشب يعني بصفة عامة باش يعطيني افي نتاع خشب حكاية فارغة نشوف، لكن احنا استعملناه خاطر في التقليدي في العادات نتاعنا قبل انه عندنا صندوق نتاع اجدادنا يخبيوا فيها لي سوفينير نتاعهم ودبشهم وكل، باش يعطيني الافي القديم هذاك. باهي المدخلاني جوست قلنا عملنا عملت التلوين مسبق، خاطر عملت بوشوار بالبرودوي هنا.
هذا باش نحاول تو نخدموه بطريقه هنا بوشوار. اوريه الكاميرا ولا هكا يعطيك صحه. هذه نقوي حاضر النساء هذه فما برشا اشكال بون. اخترت طابع الخلاله وريحانه والكل تقليدي نتاعنا باش يكون في نفس الموضوع. ما يلصقش هذايا. ما يلصقش ستان بوشوار. البوشوار هو قابل انه نستعمل في عديد المرات، يعني نغسلوه برك ما نطبقوهش هكا على اثنين، نستحفظوا به في وسط كتاب كبير في وسط كتاب باش يقعد ديما مطلوق، اما لافابل وريوتيليزابل، يعني نغسلوه ونعاودوا نستعملوه. اللي باش نعملوا على البوشوار البرودوي هنا الكول فوليو. كول فوليو لونها ترانسبارونت. هذه مش استعملناها مرة أخرى نيسا؟ استعملتها باش نحط فيها الفصوص. اي فوالا. هي فيها عديد الاستعمالات ونجموا نستعملوها كيما إن شاء الله اليوم باش نشوفوا في هذايا عن الورق الذهبي. فيونر. حلقتين أخرين وين نخدم معاك هذول يا نيسا. داكورت إن شاء الله. في البوشوار فما عديد من الحرفيات عندهم مشكله صغيره مع البوشوار، تقول لك راهو يتحركني وانا نخدم قاعد يتحرك وما يزلق شويه يزلق هاي شويه باه اللي هكا شويه اليد نتاعها فما ريسك انها ترعش. دونك ماذا بيا كانت تستعمل الكول. فما نوعيه نتاع كول سبراي توا ولات متوفره في الاسواق، يعني في المحلات الخاصه. نوعيه نتاع كول ترانسبارونت تعملها تحت البوشوار وتستعملها عديد المرات، تعاون باش انه تجي خدمه نظيفه. دونك نحيو البوشوار. طول معناها ما خليوهاش تزيد تشيح. لا كان تشيح تلصق مع البوشوار والنجم ونوليو ما عادش نجمو نخدمو بها. البرودوي هو لونه ابيض خاطر مازال ما شاحش، كي يولي لونه ترونسبارون يعني شاح، اللي هو في اللي هو في النيفو هذا. كان تنجم توقف صندوق شويه للكاميرا. ايه. فوالا يعطيك الصحة. معناها يسوفي يشيح هكا هو سي بون. كي يشيح يولي ترونسبارون كيما هو موجود من الفوق. اي اي واضح. يعني في النيفو هذايا هو شاح سي. اللي انا خدمتها مسبقا باش ما نقعدوش نستناو. دونك بسم الله. نوريو الفيونور شنو اللي عندنا انواع. فما لارجون الفضي. وفما لون ازرق. فما ذهبي، فما برونزي، الحاصل فما برشا الوان في الفيونور. قولي شو نعمل بيه؟ هذه اللي باش نلصقوا على البوشوار نتاع الفوليو، كول فوليو هي تلصق الفيونور هذايا. يعني جوست باش نقص شويه برك من الدوري ومن البرونز الزوز. بسم الله. قطعه صغيره برك ما يستهلكش برشا. يعني هكا حاجه صغيره بالكل. هو اللي نحطها وننزل مش هي فوق الكل بعد ما شاح. بعد ما شاح هي. احنا خاطر اللي خدمنا البوشوار اللي تحت هذه كنستناوها لما تشيح. هذه حضرتها مسبقا هيك ولات ترونسبارون. توا نعدي عليها الفوليو الورق الذهبي هذايا. الورق الذهبي فيه زوز دو فاساد، فما الوجه هذايا الابيض وفما الوجه اللي يلمع. ماذا بين الوجه اللي يلمع هو اللي احنا نشوفوه كي نحطه باش تلصق بطريقه صحيحه. بعدين النحي يظهر الدوري. واضح. ونعاود الاستعمال في نفس الورق هو بيدو. اذا كان نحب ديغراداسيون صغيره نجم نجبد من الكويفر. انت حاجك بك اللقه هذيك الدوري. اللقه هذيك الدوري نجم نعمل ديغراداسيون صغيره في البوشوار. دونك عملت الذهبي توا باش نعمل النحاسي. انت تتحكم ولا. يعني في كل شيء به حلوه برشا طلعت به. هذه البوشوار. اللي تاب اللي تبقى بعدين في انه من الوجه هذايا من الفوق. ممكن شاح. ممكن نزبوا شويه لو تسمح لي. نعملوا ضربه اخرى بالشنفره باش يخرج لي اللون الابيض اللي عملته تحت.
كان تفكر الساده المشاهدين قلنا في الباد ديكوراتيف فما اللون الابيض وفما اللون الاسود. نستحقوا للابيض خاطر هو باش يعطيني اللي فيه هكا باش يظهر شويه المستبيض. الليتاب الاخيره بالكل هي الفينجر ووكس. فينجر ووكس في بعض الماركات الاخرى يتسمى سيرا باتيني، سير دو باتيناج، اللي هو الباز نتاعو ماهيش باز ماهيش مائي كيما الاكريليك، هي زيتي. الفينجر ووكس هذا يستعمل بالاصبع ونعمل فيه كلكو روفلي. فهمتك. روفلي دورور. نجمو زاد نستغنيو عليه ولا انيس؟ نجمو نستغنيو عليه. حتى كيما كانت بمزينه. اي. في نفس الشيء ينجم يكون في الجناب. لين نتحصلوا في الاخير على الصندوق هذايا بهذا الشكل، ونوعيه اخرى حتى نتاع بوشوار كيف كيف بهذا الشكل. واضح. شكرا لك انيسه، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. اذا عالم الحرف نلقاو كلنا الله. اليوم عملنا رسم الخشب، ان شاء الله في كل اسبوع نتعلموا حاجه جديده. نمشيو ناخذوا كره حاله الطقس ونواصلوا.